مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. والتين والزيتون وطور سنين. في الحلقة في حلقات سابقة يعني اتكلمنا على التين والزيتون، وإن لقينا إن المفسرين اختلفوا في معنى التين والزيتون. ليه اختلفوا؟ لأنهم في وطور سنين، فقالوا يا ترى هو نبات، يا ترى هو مكان. فنفس المشكلة ممكن نتعرض لها، نشوف المفسرين بيقولوا إيه على طور سنين. أهلا يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. فعلا مثل ما خبرت المشاهد في المرة الماضية، نحن استعرضنا كيف أن المفسرين كانوا مقاسمين على معنى التين والزيتون. البعض قال هي نبات، البعض قال ربما مكان، واختلفوا في ماهية المكان على 5 أقوال تقريبا. فاليوم منلاحظ في المرة الماضية أني لابد الإشكالية أن اختلاف المكان ناتج عن جهل المفسرين بمعنى وطور سنين. يمكن القارئ أو المستمع المسلم رح يستغرب أني هل من المعقول وكلمة وطور سنين النص الآية رقم 2 في سورة التين هي غير معروفة للمفسرين. نعم، نقول للأخ المشاهد والأخت المشاهدة أن وطور سنين محل اختلاف عند المفسرين. إذا رحنا عند الطبري فبيخبرنا على الشكل التالي، بيقول وطور سنين ماذا يعني؟ بيعطينا 4 احتمالات. أما جبل موسى، ولكن يا ترى وين هذا جبل موسى؟ أين يقع جبل موسى؟ ما في ذكر له. هل يا ترى مقصود فيها جبل سيناء أو ما شابه؟ بدون تحديد. 2، الطور هو كل جبل فيه نبات، يعني بمعنى أي جبل فيه نبات. طب سؤال، ولماذا قال عنه الآية والطور سنين؟ إذن أكيد هو الحديث عن جبل محدد. قول آخر يقول أن الطور هو الجبل ذو الشجر. طيب، وتوضيحا إلى وسنين تاني مبارك وحسن، وهذا الجبل المبارك يقع بالشام. بمعنى قول رابع أن طور سنين هو جبل مبارك يقع في بلاد الشام ولا يتعلق لا بفلسطين ولا بسيناء. طيب سؤالي هنا، لما هو جبل محدش عارف مكانه؟ هو الطريف الموضوع أن الله يقسم بجبل، لابد أن لهذا الجبل مكان خاصة في ترتيب الخليقة. يعني عندما يقسم الله به في الآية رقم 2 لابد أن له مكان خاصة. هل من المعقول أن المسلمين لما سمعوا محمدا أول مرة يتلو هذه الآية ما سألوا يا محمد أين يقع هذا الجبل المقدس حتى نتبارك على الأقل أو نزور أو نعرف أو نتكلم؟ ده اللي بيحلف به ربنا. نعم، فالله يقسم في جبل. طيب أخي مالك، في التفسير عرفت أن طور يعني جبل بالسرياني. نعم، يعني الكلمة أصلها طور، دي أصلها سرياني. نعم فعلا، هي أخت فرحة من كلمة طور السرياني وتعني جبل. طب ليه يعني ما هو محمد يعني خلاص اللغة العربية إن عدمت فيها كلمة جبل فحط مكانها طور؟ هذا فعلا سؤال ممكن نطرحه من دون ما نقدم إجابة، يعني لأنه مجرد رح نقدم إجابة احتمالية. إذا كان لدينا في اللغة العربية كلمة جبل وكانت معروفة للعرب، فلماذا يلجأ كاتب القرآن أو الوحي القرآني إلى استخدام كلمة سريانية طور طوره، والناس يمكن يكون ما كانت تعرف معناتها؟ يعني ما معنى أن تقولي فرضا في العربي، تقسمي في العربي أني لديك جبل وتتحدثي مع شخص آخر وتقولي ماونتين. طيب ما أنت عندك باللغة العربية كلمة جبل، لماذا تلجأ إلى لغة أخرى إنجليزية أو ما شابه؟ كان عنده فكرة أنه يعلم العرب لغات أخرى؟ هذا بدل أخت فرحة أني استخدام كلمة الطور يعني في تدل عن مشكلة ما. أما أني كان محمد سمع هذه الكلمة وما كان يميز أني طور سيناء هو جبل سيناء أو طور سينين أو جبل سينين، أما كان لا يدرك، وأما ربما يكون هذا بتصب في نظرية الذين يقولون أن القرآن كان يكتب في البداية في اللغة الكرشونية أو السريانية، أو يعني بمعنى الكلام العربي والخط السرياني والخط السرياني. نعم. طب أخي مالك، ما هو هنا برضو في مشكلة للمشاهدين. أنا بشكرك جدا. في مشكلة عزيز المشاهد برضو من ضمن الكلام اللي هنا، مش بيقولوا أن القرآن أنزل عربيا، أدي كلمة هي سريانية، وبرضو مطلوب إيه هو طور سنين؟ كل المفسرين اختلفوا على بعضهم كما اختلفوا سابقا في كل شيء. أشكركم جزيلا، شكرا أخي مالك، نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.